العالمي في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم اليوم الخميس حقيقة التصريحات المنسوبة للمبعوث الأممي مارتن كوبر بشأن فكرة تشكيل ثلاثة مجالس عسكرية تمثل شرق وغرب وجنوب ليبيا لحل معضلة توحيد الجيش، مشيرا إلى أنها كانت ضمن سوان وجهه أحد الصحفيين لكوبر. وقال المسؤول الإعلامي في تصريح خاص إلى بوابة الوسط إن موقف المبعوث الأممي لليبيا من هذا الموضوع واضح ولا لبس فيه، وهو ضرورة إيجاد هيكلية موحدة للجيش الذي تضم جميع الأطراف. للمزيد زوروا موقعنا الوسط.ly.